أعربت الممثلة اللبنانية رندا كعدي عن سعادتها بالنجاح الكبير اللي حققته بمشاركتها بمسلسل الثمن، مشيرة إلى أنه هي بتتأنى كتير عن تقمص الشخصيات اللي بتجسدها. واستغربت رندا من الانتقادات اللي تعرض لها المسلسل بسبب تضمنه مشاهد للقبولات بين سارة أبي كنعان ونيكولا معوض، وعلقت: ليش بتحضروا أفلام أجنبية؟ ما لازم يتهاجم الممثل إذا قام بأمور بتفيد حبكة العمل. وأثنت على الموهبة اللي بيتمتع فيها باسل خياط ورزان جمال، مشيرة إلى المحبة اللي بتكنها لهالشخصيتين. صدرت الفنانة المصرية منى زكي ترند عبر تويتر، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد تحت الوصاية واللي عم بتخوض فيه السباق الرمضاني 2023. وبتظهر منى بالإعلان وهي عم بتصرخ وتركض برفقة ولادها، كما بتظهر على مركب صيد والخوف والتوتر بيسيطروا على ملامحها. وتفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني ومنهم الممثل عمرو يوسف، وكان قد علق قائلاً: مليون مبروك، الإعلان رفع سقف التوقعات اللي كانت عالية أساساً، هتكسري الدنيا كالعادة إن شاء الله، وكل المبدعين ورا الكاميرا. كما شاركت منى مباركات من بيتر ميمي، كندا علوش، وفيفي عبدو، واللي علقت على البرومو: ألف مبروك يا حبيبتي بالنجاح والتوفيق يا رب. توفيت الفنانة المصرية لبنى محمود مساء الأحد بعد صراع مع المرض، ورح يتم تشييع جثمانها اليوم من مسجد السيدة نفيسة وسط العاصمة القاهرة بعد صلاة الظهر ودفنها بمقابر العائلة. ونعت نقابة المهن التمثيلية بمصر الفنانة الراحلة، فيما أشار النقيب أشرف زكي إلى أنه لم يتم تحديد موعد للعزاء. كما نفى زكي أنه تكون الفنانة قد اختل توازنها وإصابتها بنزيف بالمخ، وهو ما أدى إلى الوفاة لاحقاً، مشيراً إلى أنه الراحلة كان عندها معاناة طويلة مع مرض وقد تحدثت عنه بأوقات سابقة. احتفل الملك تشارلز بعيد الأم على طريقته الخاصة، إذ نشر صورة له مع والدته الراحلة الملكة إليزابيث من طفولته. وقالت صحيفة مترو البريطانية يوم أمس الأحد: يصادف اليوم أول عيد للأم للملك تشارلز بدون ماما الحبيبة، ولا شك أنها خسارة لا تزال في ذهنه. وبرسالة وجهها للمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال: إلى جميع الأمهات في كل مكان، وإلى أولئك الذين قد يفقدون أمهاتهم اليوم، نحن نفكر فيكم ونتمنى لكم يوما خاصا للأم. انهارت النجمة العالمية شارون ستون من البكاء وهي عم تتحدث عن خسارتها لنصف ثروتها واللي تقدر بنحو 60 مليون دولار بسبب الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة الأمريكية وبعد انهيار بنك سيليكون فالي. وخلال حفل لجمع التبرعات لأبحاث سرطان الثدي ببيفرلي هيلز قالت ستون: خسرت نصف أموالي بسبب الأزمة المصرفية، وهذا لا يعني أنني لست هنا. ما تأخي للتو، وهذا لا يعني أنني لست هنا. هذا ليس وقتاً سهلاً لأي منا. وأضافت: ليس لدي سياسي يخبرني بما يمكنني فعله وما لا يمكنني فعله، يخبرني هل أستطيع أو لا أستطيع العيش وما هي قيمة حياتي. وبالرغم من ذلك أكدت أنه هي ما زالت تخطط لكتابة شيك إلى صندوق أبحاث السرطان اللي بتصيب النساء.